مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحوار، وتحييكم شنسي من بكين. من المخطط أن تنتهي الصين من القضاء على الفقر وبناء مجتمع رغيد الحياة بشكل شامل في عام 2020. هناك طرق ووسائل كثيرة لمساعدة الفقراء، لكن التعليم هو طريق أساسي للتخلص من الفقر والوقاية من عودة الفقر على الأسرة. في حلقة اليوم دعونا نتابع قصة اكتشفها زملائي في المنطقة الجبلية في مقاطعة يونان الصينية. بدأت جان غوي مي عملها لليوم قبل الشروق. يبدو أنها عاملة، لكنها في الحقيقة مديرة المدرسة. تتميز هذه المدرسة بأنها متخصصة للفتيات، ومعظمهن من أهل المناطق الجبلية الفقيرة بمقاطعة يونان، وتعد أول مدرسة عامة مجانية للفتيات في البلاد. مدرسة هوابين ليجيان الثانوية للبنات. ودعت المدرسة الدفعة العاشرة من خريجاتها في يوليو 2020، واحتلت المركز الأول في نتيجة امتحان القبول الجامعي لعام 2019 على مستوى مدينة ليجيان بمقاطعة يونان، وتجاوزت نسبة التحاق خريجاتها بالجامعة 82%. هل أنت راضية عن هذه النتيجة؟ لا. لماذا؟ أمل أن تلتحق الفتيات بالجامعات المميزة، حتى أفضل الجامعات مثل جامعة تشينغوا وجامعة بكين. أمل أن تدخل بنات الجبال إلى أفضل الجامعات. هذه المدرسة مخصصة للفتيات في المناطق الفقيرة، صحيح؟ لا نذكر كلمة الفقيرة. أعتقد أن الفقر مسألة تتعلق بالخصوصية. نقول فتيات الجبال. تقبل مدرسة هوابين فتيات المناطق الجبلية التي انتهينا من مرحلة التعليم الإجباري والمقدرة بتسع سنوات، لكن لا يملكن القدرة على مواصلة مشوارهن التعليمي. منذ تأسيس المدرسة في عام 2008 تخرجت فيها 1645 فتاة مؤهلة للالتحاق بالجامعة. تشن مين سي إحدى الخريجات هذا العام. بأي جامعة تحلمين؟ أريد خروج من جبال. إلى أين؟ شمال شرق الصين. لماذا شمال شرقي؟ لأنها بعيدة. لا أريد أن أبقى في مكان محدود صغير، بل أريد خروج. في قريتي دائما ما تتزوج الفتيات بأمري. ماذا يفعلن بعد الزواج؟ الإنجاب واشتغال بالزراعة. فكيف تخيرين المصير؟ بالدراسة ومعرفة. لم يكن هناك أي رابطة بين تشن غوي مي وهؤلاء الفتيات قبل التغير الدراماتيكي في حياتها. ولدت في منطقة الشمال الشرقي، وغادرت مسقط رأسها إلى يونان في 17 من عمرها لمساعدة المناطق النائية، ثم عملت كمعلمة في مدرسة ببلدة شيتشو ولاية دالي ذاتية الحكم لقومة باي جنبا إلى جنب مع زوجها وهو من أهل البلدة. كانت تشن غوي مي تنظر إلى بلد شيشو كموطن لها طوال حياة، لكن للأسف توفي زوجها بسرطان المعدة في عام 1996. غادرت تشن غوي مي البلدة تاركة فيها ذكرياتها الحزينة، وانتقلت إلى محافظة هوابين بمدينة ليجيان، وهي محافظة صغيرة تقع على شاطئ نهر جينشا. عملت كمعلمة بهذه المحافظة، لكنها أصيبت بالمرض بعد أقل من سنة فقط على انتقالها. اكتشف ورم كبير في الرحم، وقد أنفقت معظم مدخراتها في علاج زوجها. كنت أعتقد أنني سأموت قريبا. كان الطريق من المستشفى إلى المدرسة قصيرا، لكنه استغرق وقتا طويلا. كنت أفكر في الحياة والموت، أمر صعب للغاية. عندما عرف زملائي في المدرسة بحالتي قالوا لا تخافي، كلنا ندعمك. وقد جاء المحافظ وقال لا تخافي يا معلمة تشن، مع أننا فقراء سننقذك. في اجتماع الممثلين عن النساء بالمحافظة تبرعنا لي.
كانت بعض النساء لديهن 5 يوانات فقط لطريق العودة، لكنهن تبرعن بها. قلت في نفسي وقتها لم أقدم أي إسهامات للمحافظة الصغيرة، بل أفرض عليها مشكلة كبيرة الآن. إذا عشت فماذا سأفعل؟ أريد أن أسهم بشيء ما. عملت تشانغ غوي مي بأقصى جهودها من أجل إعادة الخير للمحافظة، لكنها وجدت أن بيئة التعليم هنا لم تكن جيدة مثل ما في دالي. كان عدد الطالبات بالمدرسة التي تعمل فيها قليلا، وتختفي الطالبات من المدرسة بين حين وآخر. تغيبت عن الدروس، فتسألت لماذا لا تأتي. ذهبت إلى الجبال للبحث عنها. حينها لم أكن أتردد على الجبال كثيرا ولا أعرف الأحوال فيها، ثم أدركت المشكلة لاحقا. ما المشكلة؟ فتاة صغيرة وهي ابنة 14 سنة لا تعيش في البيت. أين ذهبت؟ تزوجت؟ لكن هل لديك طريقة لإقناع أولياء الأمور؟ هل يمكنك أن تدفع الأموال لهن؟ أو حل المشاكل التي تواجه الأسر؟ لدي أموال. استخدمت المسؤولين في القرية لإقناع أولياء الأمور، وقلت لهم لا بد أن أخذ الفتاة معي لمواصلة الدراسة. لن أطلب منكم أموالا، فلدي. لما لا توافقون؟ تأسست مؤسسة بيت الأطفال الخيرية بمحافظة خوابين في عام 2001، وطالب المتبرع أن تدير تشانغ غوي مي المؤسسة. ومن بين الأطفال الذين تبنته المؤسسة كانت هناك عدد من الرضع تركوا أمام البوابة وبصحة جيدة، فأصبحت تشانغ غوي مي التي لم تنجب من قبل أما لهم. وبفضل تجربتها في التدريس وإدارة بيت الأطفال، خطرت ببالها فكرة إنشاء مدرسة ثانوية مجانية للبنات. انقسم رأي الناس حول هذا الموضوع، فالبعض قالوا إن عصر فصل الطالبات عن الطلاب قد ولى، والبعض الآخر قال من الصعب أن تقيم مدرسة مخصصة للبنات. هل هم على حق؟ كلامهم حقيقي، لكني لم أوافقه ولا أريد أن أتخلى عن فكرتي. يمكنك تغيير مصائر 3 أجيال بتعليم فتاة واحدة. هل من الممكن أن تترك أم تعلم مولودتها؟ أبدا. لدينا فتاة تركتها أمها رضيعة، لكنها الآن تعمل في المدينة وأنجبت ابنة أيضا. لم تترك ابنتها، بل تشتري لها الملابس الجميلة وتعلمها بشكل رائع. زوجها وحيد أبويه ولديهما ابنة فقط. سألتها: ألا تريدين ابنا؟ أجابت: هل نسيت قصتي يا أمي؟ هل نسيت التعليم الذي تلقيته؟ هي خريجة جامعة تشجيان. لماذا تناديك أمي؟ هكذا كل الأطفال في المؤسسة. إذا فتتخير مصائر الأسر بتعليم فتاة واحدة، صحيح؟ صحيح. فكرتي منذ البداية هي إيقاف الحلقة المفرغة المتمثلة في الأم الضعيفة والطفل الضعيف. لماذا تقبلين الأولاد أيضا إلى جانب تعليم الفتيات؟ أضرب لك مثلا. زرت بيت طالبة في الصف الثالث ثانوي، وكان شقيقها في الصف الثاني الإعدادي. طلب الوالدان من الابن البقاء في البيت لأداء الأعمال، وأرسل الابن إلى دورة دراسية لتحسين مستواه. سألت الأم: هل أنت مجنونة؟ ابنتك تستعد لامتحان القبول بالجامعة، لما لا تنفقان المال عليها بل على ابنك فقط؟ قالت: لأنه ولد. فشعرت بغضب شديد. أثق بأني على حق في تأسيس مدرسة خاصة بالبنات، حتى ولو كلفني ذلك حياتي. إضافة إلى أسلوب التفكير المتأخر لدى أهل المحافظة، كان التمويل أيضا إحدى المشكلات التي تواجهها. قال الكثير من الناس إن فكرة تشانغ غوي مي بعيدة عن الواقع، لكنها بدأت السعي وراء هذا الحلم منذ عام 2002 وبذلت جهودا دؤوبة من أجله. تفكيري كان بسيطا. أعتقدت أن التمويل ليس أمرا صعبا ما دام هدفي جيد. من أين التمويل؟ في المدن الكبيرة. كنت مثل المتسولة، لدي لقب معلم ممتاز، وكان هناك بعض المقالات في الصحف عني، فأخذت هذه المقالات وشهاداتي وتوجهت إلى المدن وقلت للناس: أريد أن أقيم مدرسة.
فمن الممكن التبرع بخمس أو عشر يوانات؟ كيف كان رد الفعل؟ كذابة، صحتك جيدة وتتكلمين بالفصحى وتلبسين نظارة، لكنك لا تعملين بل تخدعين الناس. في الفترة ما بين عامي 2002 و2007 قضت جانغ وي ماي كل عطلة صيفية وشتوية في البحث عن التمويل، وفي نهاية جمعت 10,000 يوان فقط، وهو مبلغ زهيد جدا لا يكفي لأي شيء. فقدت الأمل بعد 5 سنوات وكدت أن أترك الفكرة. قلت في نفسي معذرة يا أهل الجبال، لا أستطيع أن أقدم لكم هذه المساهمة. لكن جاءتها الفرصة في عام 2007 حينما شاركت في اجتماع ببكين بصفتها عضوا منتخبا في المجلس الوطني 17 للحزب. قبل سفري لحضور الاجتماع أعطتني المحافظة 7,000 يوان لشراء ملابس، لكنني اشتريت كمبيوتر بهذا المال. كان في بنطالي ثقب لم أدركه، فقالت لي صحفية بشينخوا ديلي تيليغراف: تعالي تحسس بنطالك بيدك. شعرت بالثقب الموجود لأني أجلس في أي مكان عندما أزور بيوت الطلاب في الجبال. قلت: آسف جدا، لكن سأتأخر عن الاجتماع إذا عدت إلى الفندق لاستبداله. فقالت: سأساعدك، لكن أريد أن أعرف قصتك. في اليوم التالي نشرت مقالة بعنوان لدي حلم في الصحيفة، فانهال الدعم من أنحاء البلاد، وأصبح حلم جانغ وي ماي قريبا. خصصت الحكومة المحلية لمدينة ليجيانغ ومحافظة هوابين 1,000,000 يوان كل على حدة للمساهمة في تأسيس المدرسة. تم بناء المدرسة في أغسطس 2008 واستقبلت الطالبات في سبتمبر. تتحمل حكومة المحافظة تكاليف التعليم ومرتبات المعلمين، كما تتحمل الإدارة التعليمية مسؤولية الإنشاء. وتولت جانغ وي ماي إدارة المدرسة واستقدمت 16 معلما وموظفا. استقبلت المدرسة في السنة الأولى 100 طالبة، معظمهن من الأقليات القومية. لكن ما لم تتوقعه جانغ وي ماي هو تدني نتائج الامتحانات، ومرد ذلك هو ضعف الأساس الدراسي للطالبات. كنت أعتقد أنه ما دامت الفتيات يجتهدن في الدراسة فلن تكون هناك أي مشكلة، ولكن مستواهن ضعيف جدا لدرجة أنهن يجهلن بعض المعلومات في الابتدائي. بسبب صعوبة المهمة والظروف المتوضعة للمدرسة، استقال 9 من المعلمين 17 بعد نصف السنة فقط على تأسيس المدرسة. لكن ما أصاب جانغ وي ماي بالإحباط هو تخلف 6 طالبات عن المدرسة. غادرت 6 فتيات، أعدت 2 منهن. انتقدني أولياء الأمور قائلين: ليس لدينا مال ولا يمكننا الاقتراض. قلت: لا داعي للمال، لكن لابد أن تعود الفتاة إلى المدرسة. قالت الفتاة: لا أفهم كلام المعلم في الدرس. فقلت: لا تقلقي، نتعلم بالتدريج كلمة كلمة وسؤال سؤال. هكذا حاولت إعادة الطالبات، لكن استعدت 2 فقط. بقيت 96 فتاة من أصل 100 طالبة، لا أسمح لهن بالمغادرة. مع تبقي 8 معلمين فقط، كادت المدرسة أن تتوقف عن العمل. وشارت الحكومة المحلية بتخطيط لتوزيع الطالبات على المدارس الأخرى، وتعهدت بأن يواصلن مشوارهن الدراسي بالمجان. بينما تستعد جانغ وي ماي لهذا الإجراء الجديد، لاح لها بصيص الأمل وهي ترتب الملفات. وأنا أرتب الملفات وجدت أن 6 معلمين من 8 المتبقين هم أعضاء بالحزب. رأيت شعاعا من الأمل حينها، فدعوت هؤلاء 6 للاجتماع وقلت: نحن 6 أعضاء بالحزب، إذا كان عضو واحد في ساحة المعركة فلا يجب أن يترك موقعه. فهل نتخلى عن مواقعنا ونحن 6 أعضاء؟ كانوا في حالة صمت وذهول. سألت: ما العمل؟ فأجابوا: قولي أنت.
قلت لنردد قسم الانضمام إلى الحزب. رسمنا علم الحزب وكتبنا عليه القسم، رددناه معا وأجهشنا كلنا بالبكاء قبل الانتهاء من قراءته. منذ ذلك اليوم أصبحت للمدرسة قواعد صارمة: الاستيقاظ من النوم في 5 صباحا، النوم بعد الساعة 12 ليلا، الذهاب من حجرة الدرس إلى المطعم في 3 دقائق، وتناول الطعام خلال 10 دقائق. لابد أن نبذل ما لا يبذله المعلمون الآخرون. حينما تزوج أحد المعلمين عاد إلى المدرسة في اليوم التالي بعد الزفاف، وخضعت معلمة لعملية جراحية لاستئصال ورم. قلت لها استريحي، قالت عندما يمكنني ارتداء الملابس سأعود. بدأت الفتيات في جمع عدد ضخم من أسئلة الامتحانات. يقال إنها طريقة لاجتياز الامتحان فقط وليست بالأسلوب الأنسب لتعليم الطلاب، لكن لم يكن لدينا خيار آخر. الكفاح. نعم الكفاح، بدون هذا لا يمكن لطالباتي أن يلتحقن بجامعة جوجيان. يلتحقن بجامعات جوجيان وشيامون وسيتشوان وجامعة وهان. منذ عام 2011 حققت مدرسة هوابين الثانوية للبنات العلامة الكاملة للحد الأدنى للقبول الجامعي طوال 9 سنوات، وارتفعت نسبة الالتحاق بالسنة الأولى الجامعية من 4% إلى 40%، لتحتل بذلك المركز الأول في مدينة ليجيانغ عام 2019. لكن صحة تشان غوي مي شهدت تدهورا كبيرا، فأصيبت بأكثر من 10 أمراض وتوقفت عن التدريس منذ 6 سنوات بسبب ألم شديد في ذراعيها، فصارت تمارس الأعمال الروتينية مثل التحقق من سلامة الماء والكهرباء والتأكد من إغلاق المصابيح وطرد الثعابين وحث الطالبات على النشاطات اليومية. ولأنها لا تمتلك منزلا فقد اتخذت من غرفة النوم بمسكن الطالبات بيتا لها. حازت تشان غوي مي على أكثر من 40 لقبا شرفيا خلال 12 عاما، مثل عامل متقدم وطني وميدالية العمل الوطني وأجمل 10 معلمات ريفيات على المستوى الوطني، وتبرعت بكل مكافآتها ومعظم رواتبها بما يقدر بمليون يوان لأطفال الجبال وقضية التعليم هناك. تطلع بزيارات منزلية في الجبال كل عطلة صيفية وشتوية من أجل إدخال مفهوم تغيير المصير بالمعرفة والتخلص من الفقر بالثقافة إلى المناطق الجبلية. برأيكم ما الغاية من حياة الإنسان؟ عندما أسمع أخبارا تتعلق بنتائج امتحان القبول الجامعي للطالبات أو تخرجهن في الجامعة، أو عندما يقدمن إسهامات للمجتمع، نشعر بأن جهودنا لم تذهب سدى. بعض الطالبات يتبرعن بأول راتب شهري لهن بعد التخرج للمدرسة، لكن أميننا يرى أن الحياة ليست سهلة للفتيات أيضا، ويجب أن يستمتعن هن وأفراد عائلاتهن بهذا الراتب. لا ننتظر منهن أن يقدمن الشكر للمعلمة جان أو المدرسة، بل نأمل أن يتوجهن بالشكر إلى الحزب والحكومة. ما قيمة حياتك برأيكم؟ قيمة حياتي أن أنقذ جيلا من الفتيات مهما كان عددهن قليلا أو كثيرا، فيكفيني أن تصبح حياتهن أسعد وأفضل من حياتي. فعلا يساهم المدرسون مثل تشان غوي مي مصير الأطفال في المناطق النائية والفقيرة في الصين. الآن دعونا نسأل ضيفتنا اليوم الدكتورة فائزة كاب، إعلامية وباحثة في شؤون الصينية. مرحبا بكم دكتورة فائزة. مرحبا بكم إشراق. أهلا وسهلا.
دعونا نسألكم عن الأحوال التعليمية في المناطق النائية الصينية. طبعا تتابعين تنمية الصين في كافة المجالات بما فيها التعليم والتربية وأيضا النمو في المناطق النائية أو الجبلية. تعرفين أنه في الصين مناطق جبلية كثيرة حيث يعتبر المرور مشكلة كبيرة جدا، ويصعب على الطلاب الذهاب إلى المدارس والعودة إلى البيوت كل يوم. فكيف ما هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة الصينية لحل هذه المشكلة؟ بالنسبة للتعليم في الصين عامة شهد تطورا كبيرا منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية. خلال 70 عاما رأينا قفزة قوية أو نهضة قوية بالصين اقتصاديا واجتماعيا، وكذلك من ناحية التعليم. الصين من ناحية التعليم هناك عدالة كبيرة وواسعة بين المدن الحضرية والمدن الريفية. بالنسبة للتعليم وفقا للقانون الصيني هو تعليم إجباري مجاني لمدة 9 سنوات على كافة الشعب الصيني، على كافة التلاميذ الصينيين. بالنسبة إذا تحدثنا عن التعليم واختصرناه بالنسبة للمناطق الريفية والمناطق الجبلية، طبعا ما شهدناه منذ تولي الرئيس شي جين بين الحكم في الصين أعطى أولوية أكبر للمناطق الريفية وللمزارعين، بدليل الاهتمام الكبير أيضا بالتعليم وتعليم الأطفال الإلزامي والإجباري 9 سنوات. التعليم في الحقيقة في المنطقة الجبلية لا تحكمها فقط البرامج ونوعية التعليم، وإنما هناك كذلك صعوبة البيئة. ماذا قامت به الصين حكومة؟ بالنسبة للطرقات، الصين تهتم كثيرا بشق الطرقات الجبلية، حيث نلاحظ من أشهر الطرقات الجبلية موجودة في الصين في الجبال، شق الطرقات الجبلية، كذلك بناء المدارس المتعددة. الآن ممكن أن نذهب إلى أبعد منطقة في الصين، المنطقة الجبلية، إلى أبعد منطقة فوق الجبل، قد تندهش لوجود الناس، ولكن تندهش أكثر لأن هناك مدرسة. هذا كذلك من بين الإنجازات الكبيرة التي قامت بها الحكومة الصينية بالنسبة لمساعدة السكان المناطق الجبلية والريفية على تعليم أطفالهم. كذلك الأنترنت، وهذه نقطة مهمة جدا يجب الوقوف عندها، لأنها لمسنا بهذه النقطة خلال الفترة هذه التي نعيشها، وهي فترة تفشي جائحة كورونا، حيث اندهشنا في قراءة ومشاهدة قصص لشباب وشابات وأطفال يسكنون الجبال ويسكنون الأرياف الصينية البعيدة يدرسون عبر الأنترنت، في حين أن هناك دول متقدمة وتجد لحد الآن مشكلة في الدراسة عبر الأنترنت لأطفالها وتلاميذها. فهذا من أكبر الإنجازات التي قامت بها الحكومة الصينية في الدفع وتعزيز التعليم في المناطق الريفية والجبلية في الصين. نعم، وأيضا نعتبر أن الأطفال في المناطق النائية فئة ضعيفة، لكن هناك مجموعة ضمن هذه الفئة، أعتقد أنها مجموعة ضعيفة ضمن الفئة الضعيفة، وهي البنات في تلك المناطق النائية، كما حدث في القصة التي شاهدناها في هذه المناطق الفقيرة. إذا ينقص أولياء الأمور القدرة المادية قد يختار أن يعطي فرصة تعليم لأولادهم بدلا من بناتهم. أعتقد أن هذه الظاهرة ليست تمييزا ضد البنات بقدر ما هي اختيار ضرورة. يعني فبرأيكم، يعني حسب ملاحظاتكم، ما هي المجهودات الصينية لتحسين الأحوال التعليمية للبنات والفتيات؟ في الواقع تحدثنا في البداية عن التنمية العادلة في الصين بين المدن الحضرية والمدن الريفية والجبلية. العدالة في التنمية في الصين نلاحظها ونلمسها أيضا بالنسبة للجنس أنثى وذكر. هنا إذا تحدثنا عن المرأة وخاصة المثال الأستاذة جانغ وي مي، هي أستاذة مثالية، أستاذة تساهم في الدفع وتعزيز التعليم بالنسبة للمرأة في الصين.
أولا نبدأ من منذ نشأة أو إنشاء جمهورية الصين الشعبية. هناك كان عدد يعني بدأت الصين من الصفر، كان تقريبا عدد الأميون تقريبا 80% من الشعب الصيني أمي. ضمن 80% هناك 90% من النساء أميات، فهذا 90% هو عبء كبير على الصين من حيث التنمية التعليم تنمية التعليم في الصين. إذا عندما نقول المرأة خلال فترة المرحلة الأولى من تنمية التعليم في الصين، كان هناك البحث عن النوعية، عن نوعية التعليم وعن الجودة. ثم تأتي المرحلة التي دخل فيها الإصلاح والانفتاح، مرحلة الإصلاح والانفتاح أيضا شهدت إصلاح التعليم. هنا أيضا بدأ الإصلاح في التعليم الصيني. الإصلاح في التعليم الصيني أيضا شمل العدالة في التعليم بين الذكر والأنثى. كما نعرف أن الصين تتبع الحضارة الشرقية أو العادات والتقاليد الشرقية، فالكثير مثلا إذا تحدثنا عن الأرياف والجبل، الكثير من العوائل تخاف عن بناتها إذا مثلا ما تسير تقريبا كيلومتر أو أكثر للوصول إلى المدرسة، وهذه المشاكل لا تزال العديد من الدول العربية تعاني منها أيضا. فهو الخوف من أن تؤذى البنت في الطريق، فيفضل الأهل أن تجلس في البيت ولا تذهب إلى المدارس. هذه واحدة، هذا من ناحية الثقافة أو العقلية الأرياف والمناطق الجبلية. نأتي أيضا عن البنت بحد ذاتها. في العوائل الريفية البنت هي تعتبر أساس البيت. الأساس البيت كيف؟ لأن في الأرياف الأم والأب كل يذهبان إلى العمل خارج، فالبنت هي من تأخذ المسؤولية البيت خلال غياب الأب والأم. فممكن يكون هذا من أسباب كذلك الذي لا يساعد على خروج البنت إلى المدرسة والتعلم. لكن بالنسبة للصين وكيفية مواجهة هذه التحديات الثقافية والبيئية والاجتماعية أيضا والاقتصادية أيضا، لأن في الريف طبعا التعليم يكلف، التعليم يحتاج إلى مبلغ معين للتعليم، والمدخول العائلات الريفية العوائل الريفية يعتبر بسيط، ولا ممكن أن لا يستطيع الأباء أن يوفر ما يحتاجه أبنائهم للتعلم وبناتهم أيضا. إذن ماذا فعلت الصين في هذه الحالة؟ أولا الصين شجعت التعليم المجاني كما قلنا، شجعت البنات للتوجه إلى التعليم، لأن أولا المرأة إذا تعلمت تعلم نصف المجتمع، كذلك المرأة إذا تعلمت أو البنت إذا تعلمت فهي تعلم جيلا كاملا، فهي الأم والمربية. مثال جان غوي ماي في صراحة هو قليل جدا. جان غوي ماي أستاذة أو مديرة مدرسة، هي مساهمة تعمل مجانا، تساهم في الدفع ومساعدة البنات في للالتحاق بالمدارس والتعلم والثقافة. هي تذهب إلى المناطق النائية لإقناع الأهل، ربما إقناعهم من ناحية الثقافية بأن بضرورة البنت أو تعلم البنت، وإقناعهم من ناحية المادية، إقناعهم من ناحية المادية من ناحية أن التعليم مجاني، يعني الدولة هي من تتكفل بتعلم البنات. إذن مجانية التعليم وإقناع العوائل بتغيير العقلية، الخوف من خروج البنت والذهاب إلى مدارس بعيدة، ساهم أيضا في القضاء على الأمية في الأرياف. فأقول أن جان غوي ماي هذه التجربة يجب أن تعمم، بالرغم من صعوبتها فهي أخذت تجربة من حياتها، هي تطبق تجربتها على الواقع، ولا تريد من بنات الريف الأرياف والمناطق الجبلية أن يعيش المصاعب التي عاشتها هي في صغرها. فنجدها مثابرة، مرأة مثابرة ومجاهدة حقيقة في نشر العلم والمعرفة والثقافة عند البنات في الريف والمنطقة الجبلية. نعم، شكرا جزيلا دكتورة فائزة على مشاركتكم في البرنامج، وطبعا نتمنى لتعليم وتربية في المناطق الصينية النائية المزيد من التقدم والتطور. شكرا جزيلا، وتمنياتي لجميع البنات والنساء الصين بالتقدم والازدهار أكثر وأكثر.
أعزائي المشاهدين، شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء في حلقة قادمة.